طيب خليني في البداية أسأل حضرتك، كان بص على الصبورة. لا 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 احنا لسه هنعرض الصور بس مش دلوقتي. اه لا اه قول لي. خليني أسأل حضرتك الأول، تقييمك إيه لأداء منتخب مصر؟ هقول لك بسرعة. ماشي اتفضل. بسرعة جدا يعني. اللي أنا كتبته في تويتر مختصرة، الناس ساعات تقول لي أنت نسيت مش عارف إيه، أنا مش بحلل الماتش. أنا بكتب كلمتين يعني 140 كلمة. أنا بكتب كلمتين يعني بعد المباراة، أنا فرحت إن إحنا كسبنا، الحمد لله، مبروك، فوز يضعنا في الدائرة، دائرة الترشح للدور الثاني. ثلاث كور في القائم، تحركات جيدة في الثلث الأخير الهجومي، منافس ضعيف، مرموش بيمسك كرة كتير، خروج مصطفى علامة استفهام، تريزيجيه مش جاهز، عمر كمال ظهير طائر كان جناح على طول، زيزو ضرورة، صلاح أحسن مبارياته مع المنتخب، الحمد لله لينا، كيروش نجا الليلة. ده الماتش من وجهة نظري بانطباع يعني، لكن تحليلا بقى تحليلا وبسرعة جدا، احنا بنلعب مع فريق ضعيف، احنا خليناه اضعف في الشوط الاول يعني. هو ضعيف اصلا، احنا خلينا اضعف لان احنا كنا كويسين في الشوط الاول من ناحية الاستحواذ والسيطرة على المباراة والمبادرة والهجوم والضغط، تحركات اللعيبة احنا مش هضمنها، اللعيبة بتاعتنا مش هضمنها قوي، ده صحيح، انما التحركات دي اذا كنا عايزين نلعب كورة لابد منها، لابد منها الأربعة الخمسة اللي قدام في مجموعة الهجوم لازم يبقوا على طول موجودين. أنا ببسط في موقف هجومي من الحركة إني ألاقي حجازي في الـ18 وقاليه مرة تانية في الجناح اليمين، ده علشان ما كانش عندنا حد يلعب كرات رأسية فزودنا. معلش معلش في الحركة بيطلع. طبعا طبعا يعني احنا عمر كمال عبد الواحد جناح مهم جدا، موقفه الناس تقول لك هو اصله دفاعيا مش كويس عشان الكره اللي جابوا فيها بلدي. لا ده مش يعني ده فاول والفار. لو النهارده كان باك يمين جامد بصراحه. لا حتى لو يعني انا بتكلم عن الماتش ده. انا مش بقيم دلوقتي مستويات لعيبه على الاطلاق. لا النهارده كان كويس جدا. انا بتكلم بصراحة على النهارده. النهارده هو لم يتعرض لمواقف دفاعيه اصلا. الشناوي انا كنت فضلت لغايه اخر المباراه شويه كده يعني بقول ما اختبرش حقيقي يعني. لكن طلع كم كرة وضعته في اختبار لانها كرات مهمه في توقيت خطير جدا. في بقى انني لا يعني انني لازم تدي اكتر من كده، تريزيجيه مش قادر، عبد الله السعيد دي مش مباراته، لان انت لما بتلعب قدام فرقه بتدافع من ال 18 السحر بتاع عبد الله اللي كان بيعمله في التمريره الطويله الدقيقه مش هيقدر يعملها. تبعش بس او اسال بقى سؤال دلوقتي، حاجة بتقول احنا المنافس ده منافس ضعيف. احنا خليناه اضعف كمان. واحنا خليناه اضعف. وخصوصا في الشوط الاول. حلو كده؟ هو انت لما تجيب ثلاث كور في العارضة في القوائم يعني. ما هي تقريبا اجوان. خلينا مكان. ومع ذلك حضرتك ترى انه هذا اللقاء لم يكن هو اللقاء الامثل للدفع بعبد الله السعيد. ولا عبد الله ولا تريزيجيه ولا طيب. النني. رغم ان الفرقة دي رتمها بطيء. فرقة غينيا رتمها بطيء. ولما نيجي نتكلم على ماتش نيجيريا الفرقه اللي رتمها سريع الناس برضو بتقول ده مش ماتش عبد الله السعيد. طب عبد الله السعيد لما الماتش اللي قدامنا الفرقه اللي قدامنا رتمها سريع مش نافع، رتمها بطيء مش نافع، امال عبد الله ينفع امتى؟ لا اجزاء من مباريات الديفنس يبقى اتفتح بتاع الفرقه اللي قدامك بتعمل باندفاع عشان يعمل التمريره الطويله بتاع ده، لكن يبقى دور دور جزئي حتى في 4-3-3 يعني ده مش طريقته يعني، يبقى دور جزئي ده مش طريقه مكمل لحد يكون قبليه. طبعا هنا اخطاء الراجل، الراجل انا انتقدته كتير جدا 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 يعني. مش يعني 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 لكن يعني جزء من المباراه انا فرحان ان احنا كسبنا. لكن طبعا بتطلع مصطفى محمد ليه؟ يعني غريبه جدا، مصمم على يعني مرموش بصراحه بيمسك كوره كتير، انت لما مدرب تشوفه عنده فرديه واضحه، تشوفه عمال كل مره عايز يرقص 3-4 ويفوت منهم بوسطهم ما بيلعبش كره مباشره. ليه مصمم ان هو يبقى موجود يعني؟ ده انت لما تشوف ده تغير على طول عشان انت كده، هو كده بيعطل كل هجمه ليك. انني مش معقول انني لازم يبقى كورته ايجابيه فيها ايجابيه قدام بلاي ميكر. السوليه طبعا هايل، السوليه بيعمل مجهود كويس جدا وعمل الجون صحيح. يعني صلاح احسن مبارياته مع المنتخب من 7 مباريات.
مان اوف ذا ماتش طبعا يعني يستحق. زيزو ضروره، زيزو ضروره، ده من زمان انا قلت كده قبل البطوله ما تبتدي. ايوه انا ما بحبش استنى لغايه ما اشوف ماتش بعدين اقول ايه رايي في اللعيبه. انا قلت رايي قبل ما تبدا البطوله. طيب